من بعد منا مليونيرية بالدولار بس ما عندهم قرش بجيبتهم لأنه المصارف سرقت كل شيء، وعم تستغل نظام الدولة الفاسد والقضاء المأمور تا يحموا هالجريمة بوضح النهار. ناطر يا شعب اللبناني تنزل تاخد حقك بايدك من هالعصابة اللي حاكمة، عصابة المافيا، عصابة الحرامية المجرمين. وين حقوق الانسان؟ بلد لا في كهرباء ولا في مي ولا في شيء نهائيا، متحلل وهن قاعدين بقصورهم ولا شايفين هالشعب، شايفيننا غنم ولاد الحرام. ما رح نسكت عن جنى عمرنا.